النبي اللهم صل وسلم عليه يقول: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح يعني الفجر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، اسمع الجائزة. يقول عليه الصلاة والسلام: كتب الله له بكل واحدة 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكانت له حرزا من كل مكروه، وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل لذنب أن يدركه إلا الشرك، وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال. الله أكبر، فضل عظيم. ديننا يعطيك أجور وهدايا كثيرة. واظب على هذه السنة، والسلام عليكم.